إخوان تحياتي لكم، شكرا. اليوم 6 في شهر سعود 2024 مباشرة من الرباط. أنا تنحييكم وتنشد بليديكم، شكرا لكم على هاد الوجوه الطيبة. كيف ما شفتوا هذا الموضوع ديال على قبل اليابان على جمهورية شنطوية ديال البوليزاريو لتتبيع الوهم للمحتجزين للمختطفين اللي كاينين في المخيمات ديال تيندوف. وحنا درنا هذه الندوه باش نبينوا لهذيك العصابه ديال البوليزاريو، باش نبينا لهم، جبنا لهم حتى الشنطه نفس الشنطه باش دوزوا باش يدوزوا الوهم لهذوك المحتجزين اللي كاينين في المخيمات. الجمعيه الوهميه ديال البوليزاريو ولا تجي في شكاره ولا تجي محبقينها او تيدخلوها وتدير هذه العصابه. تفرشات لا تفرشات لا في اوروبا لا في افريقيا. وحنايا كرئيس جمعيه الصداقه الاوروبيه المغربيه حنا تندافعوا على القضيه الوطنيه في اوروبا، في الاتحاد الاوروبي، في 27 دوله اوروبيه. وكيف ما تتشوفوا الاخوان، الحمد لله للمهاجمات اللي تلقاوها من المرتزقه ديال البوليزاريو. وحنا القضيه ديالنا قضيه الصحراء المغربيه قضيه عادله. حنا راه في المغرب في الصحراء ديالو والصحراء في المغرب ديالها. واللي عنده شي سؤال فيكم يتفضل. سؤال ممكن، سؤال من قناة شوف تي في، كيفاش تفاعلتوا مع الواقعة ديال الشنطة ديال الدخول، يعني داك الكيان المزعوم لذاك المؤتمر في اليابان ومدخلين يعني الاسم ديالو في الشنطة وتحطات بديك الطريقة، يعني اللي ما تحترمش لا البروتوكولات الدولية لا البروتوكول، يعني احترام حتى الدبلوماسية حتى الأعراف الدبلوماسية. هي أصلها هذيك الجمهورية ما كانتش معروضة، هي أصلها داخلة مع الدبلوماسية الجزائرية. في الأخر جبدوا، راك شتو كيفاش جبدوا الاسم ديال الجمهورية من الشنطة وحطوه. راه كلشي شاف هذاك الفيديو، لان هذه عصابه مرتزقه راه توصل البرنامج الجزائر اللي هي اللي تتنظم لهم اللقاءات مع البرناماليين، هي اللي تدير معروف في الجزائر، هي اللي تتخدم هذه المصالح. تشوفوا حتى في الانتخابات راه هما الفم ديالهم غير الصحراء المغربيه، واش ما عمرني انا شي واحد بغى ينتخب ولا بغى يولي رئيس ديال الدوله، ما يمكنش هو باش بدوله اخرى تيعطي الصحراء المغربيه بنسالو هي اللي فيها باش بغى يدوز في الانتخاب. ترى ما يمكنش، هذيك دولة ديكتاتورية وانتم تتعرفوا البوليزاريو تيستافدوا تياخذوا أموال طائلة من أوروبا وتياخذوا من الهلال الأحمر، تياخذوا من الأحزاب السياسية تقريبا، تيجيبوا الأطفال يبيعوهم. هما الأطفال اللي جابوهم في الصيف ديال 24، أما يلاه رجعوا منهم شي 200 طفل، راه جابوا 650 طفل اللي جابوه تيبيعوا حتى الأطفال، باعوهم في فرنسا، عائلة فرنساوية تمناوا لذوك الأطفال. العصابة ديال البوليزاريو معروفة بالاغتصاب، معروفة بالتعذيب، معروفة بتجنيد الأطفال. وحنايا هذا هو الهدف ديالنا كمجتمع مدني وكجمعيات، حنا هذا هو الهدف، هذا هو الملف حنا اللي شادين في أوروبا ضمن هذه العصابة ديال البوليزاريو اللي تتبيع الأوهام لهذوك المحتجزين اللي كاينين في المخيمات ديال تيندوف. واخا بزاف ديال الناس ما كيعرفوكش يعني شخصيا، ولكن ما كيعرفوش يعني الجهود اللي كديرها يعني في أوروبا، وشنو يعني الدعوات اللي درتي يعني ضد غالي وهذا، واش تقدر تقرب يعني الناس منك ويعرف شنو يعني. شوف انا 17 رخصة اللي تناخذ من اللي تناخذ ديال الوقفات اللي تنديرهم، وانا تنحيي الامن ديال بلجيكا اللي تيعطيني الا بغيت حتى 1000 بوليس يكون تحت الامر ديالي. انا تنحيي وتنحيي العمده ديال بريكسال اللي تيتفاعل معايا، والامن ديال بلجيكا اللي تيجي وتيحفظ لنا الوقفات ديالنا لا في باريس. وانا تنشكر حتى الاخوان اللي عندهم جمعيه تيجي ويشاركوا معنا في الوقفات، والمغاربه المجتمع المدني اللي تيجي وتيوقف معنا وتدافع على الوطن ديالو، تدافع على هذا الاخ اللي هو يلاه طلقوا الجزائر. شحال من وقفه درنا عليه، ثلاثه الوقفات اللي درنا عليه عبد العالي وهذوك اللي ماتوا ديال السعيديه، وطلقوه دابا الجزائر. شحال من وقفه درنا عليه امام البرنامج الاوروبي، المنظمات الدوليه، منظمات ديال حقوق الانسان باش تفاعلوا معاه، ودابا هما طلقوه. المهم خلص غرامه وطلقوه. حنا تنقوموا بعده اعمال اللي تنقوموا بها اللي من الامن ديالنا على القضاء ديالنا، كيف ما قلت لكم قبل القضاء اللي هو البرنامج الاوروبي، 27 دوله اوروبيه بالاعلام ديالها ضربت في القضاء ديال المغرب باش يضرب
يضربوا المغرب في الاستثمار، فاش تضرب لي في القضاء اوتوماتيك تضرب لي في الاستثمار. دافعنا على القضاء ديالنا امام البرنامج الاوروبي، تخرج البرنامج الاوروبي خرج باش يعتذر للمغرب، اعتذر للمغرب. هذا الشيء اللي كاين، وحنايا عده اعمال تنقوم بهم، بحال الاخت خديجة محمود اللي جبنا القضيه ديالها اللي جبناها بهذا الصدد من ضحيه ابراهيم غالي، ضحيه بن بطوش، عندما كان سفيرا بمدريد، سفيرا للكيان المزعوم بمدريد، رفعته دعوه. فين وصلت ديك الدعوه بهذا اليوم اللي هو على راس المرتزقه؟ فين وصلت الدعوه؟ دابا الدعوه باقين عنده. انت كاول مغربي رفع دعوه على ابراهيم، على ابراهيم غالي. دابا باقين عنده الدعوات في اسبانيا، باقي ما سالاش. هما من الدعوات رئيس الجمهوريه، رئيس الجمعيه الوهميه ديال البوليزاريو بن بطوش، باقي ما سال، باقي ما باقي الدعوات ديالو ما سالوش من اسبانيا. باقين عنده الدعوات ديال خديجة محمود، باقي عنده عده دعوات، منهم الدعوه ديالي، منهم عده دعوات. النهار اللي غيسقطوا هاد الدعوات، من ما يبقوش عنده الدعوات في اسبانيا، غادي يتحولوا اوتوماتيك، غادي يتحولوا للمحكمه لاهاي، الجرائم اللي دارها ضد الانسانيه وضد المحتجزين والاغتصاب والتعذيب. لان خديجة محمود اللي انا تنحييها والمحامي مانويل اللي هما قاموا بواحد العمل اللي هو كبير، لان جات البرنامج الاوروبي، اول مره في التاريخ دار جلسه هضر على المحتجزين وهضر على المغتصبين اللي كاينين في المخيمات ديال تيندوف، تفاعلوا معها. خديجة محمود دخلت البرنامج البلجيكي، مشات لفرنسا، مشات لستراسبورغ لفرنسا، جبناها لالمانيا اللي هي القضيه ديالها، عرفت 30,000 سياسي اللي عرف القضيه ديالها، شافتها، هضرت معها على الاغتصاب، وزيره حقوق الطفل، البرنامج الاوروبي، الحقوقيين، المنظمات، الفنانات، تشكيلين عده منظمات في المانيا اللي تفاعلوا مع القضيه ديالها في جنيف. ممكن انك تعطينا غير نبذه على القصه ديال هاد المغتصبه اللي اغتصبها واحتجزها ابراهيم غالي، غير لتنوير الراي العام باش يعرفوا القضيه ديالها. القضيه خديجة محمود المغاربه تقريبا كاملين تيعرفوها، كاملين تيعرفوا القضيه ديال الاغتصاب، وتيعرفوا ديال، ماشي غير خديجة محمود، خديجة محمود هي اللي خرجت من المخيمات، راه كاينين خديجة، راه كاينين خديجة محمود راه هي سبحت بها، راه كاينين اطفال مغتصبه، كاينين النساء اللي هما محتجزين، تيولدوا بلا قانون، تيولدوا تياخذوا لهم الاطفال ديالهم، تيديهم العصابه تيديروا التجاره في الاطفال، تبيعهم بحال في 2019 1200 طفل اللي باعوا العصابه ديال البوليزاريو والمكاتب ديالهم اللي كاينين في ايطاليا وكاينين في اسبانيا، اللي دخلوا لهذوك الاطفال لواحد ديبو ودخلوهم وجابوا لهذوك البوديفيل باش يعزلوا هذوك الاطفال وباعوهم. هذه العصابه ديال البوليزاريو هي تتستافد، هي دابا جندوا النساء، جندوا دابا هما تيستافدوا، بحال مثلا ذاك البشير اللي هو كان هو اللي كان مسؤول مكلف بالبرنامج الاوروبي، ولا في جنيف سافر، هذاك مليون ديال الدولار اللي هو تعطاه مساعده يديه للاخوان ديالنا، الاهل ديالنا اللي محتجزين في المخيمات ديال تيندوف، وداروا في جيبه وهددهم، قال لهم انت تقصد بشير بشرايا؟ بشير بشرايا، نعم. اللي هو مليون ديال الدولار اللي داروا في جيبه، هما كاملين هذيك العصابه ديال البوليزاريو تتستافد بهذه القضيه، ولكن حنا شنو هو الدور ديالنا؟ هي حنا نقطعوا لهم هذاك الشيء اللي تيستافدوا من عند الاحزاب، من عند الجمعيات، من عند الهلال الاحمر، كل شيء هذاك الشيء خصو يتقطع لهم، لانهم تيستافدوا بالاسم ديالنا، باسم المغرب، والمغرب في الصحراء ديالو، وحنا في الصحراء ديالنا، والله ينصر سلطاننا، والله يعدل الوطن، ومرحبا كبيره وكثيره بكم الاخوان. اكيد انك كتعرض بزاف ديال يعني التهديدات وبزاف ديال يعني في الوقفات اللي كدير في بروكسل، عطينا شي حاجه اللي يعني. شوف انا تضربت في الاخر ديال 2015، انا تقسم لي راسي من طرف العصابه ديال البوليزاريو اللي حرمت عليهم، المساعدات اللي كانوا تياخذوها من الطليان، من ايميليا رومانيا، اللي هما كانوا تيستافدوا من ايميليا، كانت واحد الكيزه في ايميليا رومانيا تتعطيهم المساعدات هما والسودان، وكانوا البوليزاريو تيجيو يديو المساعدات ديال الحوايج والصندوق. الطليان كانت في هذاك الوقت كانوا لاباس عليهم، كانوا تيقولوا ديو بونو حط 100,000 ولا 200,000 ديال الليرات يحطها في الصندوق. هما في هذاك الوقت العصابه ديال البوليزاريو كان هذيك الساعه كانوا تيجمعوا هذوك الفلوس يديهم ابراهيم غالي، هو اللي كان تيدي هذوك الفلوس، وهذوك الحوايج كانوا تيمشيو لفرنسا تيتباعوا في مونت لا جولي، تماك فين كانوا تيتباعوا. وحنا بينا جبنا الدليل بما الحوايج اللي تيتعطاو الكيزه، راه تيتباعوا في موريتانيا وتيتباعوا في مونت لا جولي، تيتفرشوا بالسبت في العد، صورنا هذاك الشيء وديناه ومنعوهم. هي تماك فين تبعوني انايا وتبعوني في الاخر ديال 2005 وقسموا لي راسي، وهذه من العصابه في وسط واحد السوق اللي هو سوق
فيه بزاف ديال الناس وطلعوا لي بالسيارات ديالهم وكاينين الكاميرات والامن ما بغاش يرد هذاك الشيء. هي فاش درت انا الشكايه برئيس الجمهوريه الوهميه ابراهيم الغالي. شنو في وسط هذاك الشيء؟ ايوا هي باقا كيف ما القضيه ديال خديجه ومحمود كيف ما عده قضايا عده تقريبا 95 قضيه اللي عنده في اسبانيا. وهو راك شتيت هذاك تفلوس السبيطار ديال اسبانيا 42000 اورو ما خلصهاش. يعني كنشوفوك بانك مهاجر مغربي بالديار الاوروبيه وكنشوفوا يعني هذا الحماس وهذا يعني الوطنيه ديالك وحب الوطن اللي عطاك الله يعني تبارك الله عليك من هذا المنبر. شكرا لك شكرا لك. بغينا نسولك فقط واش باقي المغاربه يعني حتى هما بنفس الروح اللي عندك يعني فاش تكون في الوقفات كيفاش كتكون الوقفه بشحال كتوصل النسبه يعني ديال المشاركين في هذه الوقفات ضد الجبهه الوهميه؟ شوف انا تنحيي المغاربه تيجيو يوقفوا معنا الصراحه تيقوموا بواحد العمل اللي كاين اللي تيجيو من ايطاليا تيجيو من فرنسا تيجيو كاع من الدول. كاين الاخت سميره ابو الانوار رئيسه الحركه من اجل التواصل والتربية على المواطنه، كاين الاخ عمر اللي هو جمعيه العالم المغاربه، كاينين عده جمعيات، كاينين عده مجتمع، كاين الاخت لطيفه اللي كاينه حتى هي في ايطاليا، اللي كاينين عده ناس، كاينه بزاف ديال الاسماء، الا غنجبد سميه وغنخلي اللي تيجيو وتيضربوا الطريق 2000 كيلومتر 3000 كيلومتر باش يجيو ووقفوا معنا امام البرنامج باش نضغطوا على بعض المفسدين ديال الاتحاد الاوروبي اللي كانوا تيستافدوا من الغاز وتنجيو والحمد لله تدوز هذوك الوقفات ناجحين وتستجبوا لنا في البرنامج الاوروبي. وشكرا لكم وتحيه لكم. اكيد خارج المغرب ماشي سهل انك تكون مناضل خارج بلادك، واش كتلقاو شي مضايقات اكثر باش كتكونوا في اوروبا وكتكونوا مناضلين في واحد فد؟ شوف اخي انا تلقاو عده تهديدات. لان علاش انا تهددت في المسجد؟ تهددت بما غادي يخلصوا عليا 300 اورو وغادي يخسروا عليا قرطاسه. لان علاش؟ لان انا اكتيف في اوروبا تنقلب الطاوله على البرنامجيين الاوروبيين، ماشي تنقولها انا، راه هما تيقولوها في فمهم البرنامجيين وتيخرجوا تيقولوها. تلقاو عده مضايقات وعده تهديدات من بعد الانفصاليين اللي كاينين. حتى واحد الانفصاليين ما بغيناش نجبدوهم لان الجيران ديالنا وما بغيناش نجبدوهم، واكثريه ديال تلقاو لان بغاو يخلصوا عليا 300 اورو باش غادي يعطيوني قرطاسه لاباس. وعده مصائب حنا ما حنا هادشي مستعدين ليه، حنا نموتوا على هاد البلاد، هادي بلادنا كيف ما تتشوفوها هو الدرابو ديالنا، حنا نموتوا على الصحراء ديالنا المغربيه وغادي نبقاو ندافعوا على البلاد ديالنا وعلى الامن ديالنا. بما انكم رئيس ديال واحد الجمعيه كبيره في اوروبا، يعني كنشوفوا يعني الراضي اللي كان واكل من الغله ديال البلاد ديالنا وخرج كيطعن لينا في الشرف ديالنا، واش ما حاولتوش انكم تواصلوا معاه؟ وماذا لو جاء معتذرا؟ حيت هو كنعرفوه يعني ديما كيجي معتذر وعنده يعني حسب بعض الصحف والجرائد يعني بغى يرجع للمملكه حيت كان عايش في الخير وفي انا بغيتي هذا بيض الليلي هو مسطي، هذا مسطي، هذا مسطي، هذاك مهبول، هذاك واحد انسان مسطي مهبول. الله يهديه الله يهديه. احنا المغاربه ما يديروش في راسو، حيت الا مشينا دبنا تبع دعيناه ولا بغينا نتفقوا نديروا به وندعيو، لان علاش؟ هو تيسب المقدسات، يسب المغاربه كاملين، هو مسطي مهبول، هو ممكن مبابيه منه. القبيله ديالو ديال الليلي انا اللي تنحييهم حتى هما مبابيين منه. هو انسان الا غادي ندعيو غيدخلوها للسبيطار ديال المجانين، حنا ما بغيناش يدخل للسبيطار ديال المجانين، بغينا يبقى ياكل هذيك المساعده ديال فرنسا وياكل المساعده ديال الجنرالات الجزائريه والعصابه ديال البوليزاريو اللي تيستافد معاهم. وهاد القضيه ديالنا حنا خصنا نقطعوا لهاد العصابه، خصنا نقطعوا لهم الجذب، لان هاد المسمار خصو يتحيد ليه الراس، لان الناس باغينها تبقى بحال ما هكا، لان مستافدين اموال طائله تدخل. ماشي راهما علاش هما راهما تيخلصوا تتجبد الفلوس؟ لان القضيه بالنسبه لهم بغاوها تبقى بحال ما هكا. واش غادي نقول لك؟ الله ينصر السلطان ويعدل الوطن ومرحبا بكم وسهلا كاملين. قول لي تفضل. شكرا لكم، شكرا لهاد الوجوه الطيبه. انا تنحييكم وتنشد بليديكم. قبل ما نختموا، شنو الانشطه المقبله غد؟ المشاريع ديالنا هي العصابه ديال البوليزاريو. احنا فيما مشات هذه العصابه ديال البوليزاريو الفاشله الكاذبه،
حنا تابعينها، وحنا ما غاديش اي واحد تيمس بالمؤسسات ديال المغرب ولا ديال الدوله ديالنا، ولا يمس بسيدنا ولا يمس بالمغاربه. حنا على بابا تنقوموا بالواجب، تنقوموا بالمظاهرات لا وسط من البرنامج لا خارج البرنامج. وشكرا لكم وتحيه لكم. شكرا.